الكبير بيزن بتاعه زي ما هو، بنضربه من غير تلج ومن غير اي حاجه الاول، يعني كده شويه ميه الاول عشان نعرف نصفيه. واجيب عندي مكعبات البطيخ ونقوم حاطين هنا كتير بقى وفي اي، هنحط دي شويه حلوين. الاول بلاش تضربي قوي عشان البذر نفسه ما يخشش في البطيخ نفسه، فاهمه قصدي؟ انا قصدي صح؟ فما تضربوش قوي، السرعه الاولى وخلاص مع ميه الاول، وتقوم واخداه كده ومصفياه. فبالتالي البذر نفسه بتاع البطيخ صدقيني ايه؟ مش هيتعصر جوه البطيخ ومش هيوجع البطن ولا حاجه، عشان في ناس بتخاف من الموضوع ده قوي. فانت اضربيه على السرعه الاولى بس، فاهم ازاي؟ اهو ادي البذر يا محمد اهوت، ما تفرمش، جرشناه بس عشان كده ضربناه على السرعه الاولى بس. بس انا كده مش محتاج مصفى تاني، خلاص كده اقوم واخد دي بقى كده واشتغل العصير بتاعي عادي. تلج، تلج المجروش، بعد كده اقوم حاطط عندي عصير البطيخ. موضوع بمنتهى السهوله، شويه سكر واديها شويه نعناع صغيرين معاهم، زهر النعناع بيخليهم في حته تانيه، ونشغل. حلو قوي. بس عايز تحط ايس كريم مع فانيليا براحتك، بس هو خلاص طالما بالنعناع ما حطش معاه اي حاجه تاني. ناخد اهوت كده ونقوم واخدين حاطينه في التل، ولا تصفي ولا اي حاجه، خلاص كده هو متصفى من الاول. وقلت لك الطريقه بتاعته الصحيحه اللي انت تعمليه من غير ما البذر يخش جوه الحاجه نفسها. فالطريقه ديت حلوه قوي. ظهر النعناع كده عليها من فوق، زهرتين نعناع من فوق.